لكم كونيتشوا من نسان وتاتشوا يا شودس يوشكوني جاي شمس ومن زمان إلو زمان هالأمامة بان وجعنا للبحرين مع آي جي إن بحرين معكم محمد النعامي ماجد العامر أحمد يماني سعد الصفيان راح نبدأ تغطيتنا الحين خلونا نبدأ تجربة اسمها جرين هيل زون اعتقد حق الفي ار تدري عنها شيء؟ انا اللي اعرفه جرين هيل زون هذه كنا نلعبها على ايام سيجا جينيسيس ولا لا؟ سونيك تذكرونه؟ تذكرونه على سيجا جينيسيس؟ ما ادري بس احس مستمتعين يعني كل شيء يتحرك ابيض انك يدتي 200 يوه أودوري مس تعلموا يا جماعة خير الرقص أودوري مس واتي مسين أي مسين أودوري مسين صوت اسنين هذه لعبة تحدي الرقص أودوري نو تشالنجي دا ايوه يمين وش لا مفتر ايوه اها اها صارت ايوه اها انتبه لا تسجد ايوه راح واحد اثنين السلم واحد السبح شكتم تو تكتم واخيرا من زمان ما قابلت معجبيننا بالبحرين حبايبي والله شفني من السعودية محمد الفداغ من السعودية جاينا للبحرين اي طبعا بديته اي يعطيك العافية حياك اول حفل تحضر اول حفل لكم وشاي اول حفل جدا ممتاز توني بعد اول مرة ادخل فنشوف ان شاء الله وانا اول واحد بيدخل حفل AI شون كون بدون لا اقول شيء بدون ها خلاص بلاش بدون لا اقول شيء واوعدكم ادبل عليه سعر التذكره لانه داعم والله تستاهلون حبايبي والله الله لا يحرمني منكم عندي سؤال نظريه وسؤال ثاني طيب اجل اقطع وشغل كونيتشوا من نسان واتشوايا شوديس وهذا حدي في الياباني احنا مع متجر ياباني من اليابان صراحه واحنا متشرفين بهالشيء والمترجم قاعد يتكلم تدري امسك المايك ありがとうございます。皆様、見てくれてありがとうございます。まず最初に日本人がアラブ人の国に来てくれて本当に感謝してます。ありがとうございます。楽しいです。本当ですか。面白いですね。で、名前を教えていただいて。向井優と言います。向井優さんですか。じゃあ何のためにバーレンに来ましたんですか。 今日はそのお友達2名と共っていうところで出店するので、お手伝いボランティアで来てます。まあ手伝いというか、まあどうもありがとう。その代わりに私たちから礼愛します。お礼します。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で、アラブ人のために、アラブ人に一言言っていただいてよろしいですか。 何言おうかな。あ、でも日本は本当に楽しい国なんで、ぜひ日本にも来てくれると嬉しいです。私も勧めします。<笑>そうですね、ぜひ来てください。はい。もし来てくれれば僕案内します。<笑>あ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあここまで終わりにしますから、はい、どうもありがとうございました。はい。ありがとうございます。どうも。 عند متجر انمي ياباني تحسه متجر تقليدي اعشقه من الحين لان ميكا غاندام ميكا كلها غاندام كل اليابان غاندام الرغيف العجيب اوه ذكريات تسوباشي طبعا هنا لعبه الحظ اليابانيه راح نجربها قدامكم
صراحة المتجر رائع اسمه dmm.com، تقدرون تتواصلون معاه، متجر جاي مباشرة من اليابان، صار له لقاء مع الأخ سعد صفيان، بتشوفونه بعد التغطية هذه على طول dmm.com. والحين بنجرب لعبة الحظ اللي كلها أشوفها في الأنيميشن. عبقور دوريمون كواي دوريمون أريغاتو دوزو بليز 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 اي ام سو لاكي. كمل اللفه لاكي سكاي أريغاتو سكاي. ماجد مع معجبينه وهم هذا يابض يقول لا تطلعني في اليوتيوب، هذا انا طلعته في اليوتيوب، طلع في اليوتيوب وهو يقول لا تطلعني لكنه طلع. زي ها 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 ها. طبعا هم قاعدين يحقون بس زين هم شغلين اغاني ما اسمع حق. ماجد لا تتهوى وقول كلمه بالغلط، ماجد بتجيك الكمامه على راسك. ماجد لا تتهوى انني اسمع. قاعد يخطط يقول ما بعد يحرق. الكنز الذي حصلنا عليه سعد سان مع متابعينه ومعجبينه. سعد دوزو مع متابعينك لاول مره على اي اي شو. اهلا وسهلا بمتابعيني، حياكم ربي. هلا الله يحييك. اهلا. الاسم الكريم حسين. والاسم الكريم ميرنا. ميرنا والله والسبعة انعام. والله من اهل البحرين؟ لا من اهل الاردن. عشان الاردن عايشين في البحرين. والله وسبت الان احنا عرب في النهايه. اكيد والعرب اكيد. والله نتشرف فيك. واحنا كمان اكثر والله. يعني انتم متابعوني من زمان؟ والله هي خلتني اتابعك اكون معك صريح، قالت لك تتكلم ياباني عدل، فعلى طول شفت السنابات مالك. خصوصا اكثر شيء عجبني شلون التحريف بين الياباني والعربي. مرادفات يابانيه قصدك. سيونارا سوف نرى سوف نرى. طبعا الاخت ميرنا ما شاء الله عليها تشوتو نيهونغو غا ديكيرون ديسني هاي ديكيماس. ميرنا-san どこで日本語を勉強しましたか？一人で勉強しました。すごい、一人で勉強してそんなにうまいですか？わからない、うまいとかうまいないとか。うまいというか、まあ、うまいというのことは上手、上手ってことです。はい、ありがとうございます。すごくうまいですね、皆さん。まあ、まあ、يعني هذا بالنسبة لي يعني شوفوا يا جماعة الخير بالحالها ودرست بالحالها يعني تتكلم كأن والله يعني شوفي ما أجاملك لكن قسما بالله كأنك طالب في المستوى الرابع في جامعة الملك سعود عندنا يدرس في كلية اللغات والترجمة قسم اللغة اليابانية في المستوى الرابع. والله العظيم ترى ما جامل يا جماعة الخير فعليا كأنها أحد زملائنا في المستوى الرابع، كأنا طبعا في المستوى التاسع الثامن قاعد أشكل يعني. شكرا. للأسف الشديد. عموما نتشرف فيكم والله ويعني شكرا على حسن استقبالكم لنا. والله تسلم حبيبي. شكرا حبيبي. الله يبارك فيكم. سوف نرى. سيونارا. اهلا وسهلا. من اي جي ان بحرين حفل اخر. طبعا دائما في المملكه تزعلانين مني اهل الشرقيه انه ما في حفلات في الشرقيه خاصه الانمي، فقبضت على المجرمين المبدعين اللي كانوا غائبين عن الساحه لكنهم عادوا من جديد. معانا مازن قماوي مجاهد الصوات، مؤسسين حفل القريه اليابانيه اللي راح يقام في الخبر التاريخ 14 الى 16 ديسمبر. هوليدي اند كورنيش الخبر. الحفل فكرته فني، بازار، سياحي، ثقافي. بيكون متنوع عن جميع الاشياء اليابانيه، من فنون حيه، من رسم حي، من جيمنج، من مطاعم، من فقرات حيه، من عزف، بتاع كله. صاحب الفكره؟ طبعا صاحب الفكره التيم كامل الصراحه، يعني كلنا اشتغلنا فيها وكلنا فكرنا سوا وكنا ننزل حبه حبه لين ما طلعنا بهذه الفكره. طبعا انا عرفت ان الاخ مجاهد الاخ مازن كانوا يشتغلون من قبل في مجال الحفلات ورقوا السلم درجه 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 لين وصلوا الى التوب. على العموم المقابله المفروض كانت اطول من كذا بكثير لكن احنا صورناها للمره الثانيه الحين لان ماجد ما شبك المايك من ساعه. على العموم اي اي شو راح يكون احد النجوم الحاضرين في الحفل في حفل القريه اليابانيه فندق الهوليدي ان في الخبر. تعالوا يا اهل الحسا كل شيء تبونه، تبون فن، سياحه، ثقافه، مطاعم، كل حاجه موجوده. التاريخ مره ثانيه من 14 الى 16 ديسمبر، بيكون 10 ساعات عمل من الساعه 2 الى الساعه 12 بالليل. ممتاز، ان شاء الله راح نمتعكم في الحفل القريه اليابانيه. اوريرا وزتيني نيهون نو ماتشيني ان شاء الله ايكو تسوموري نان دايو واكارو كا سريفنا والله سوري وزتيني كيما ترن دايو ان شاء الله. ما في معلوم دوم 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 القريه اليابانيه في الدمام تارو شيمين اشتماس اريغاتو.
معلوم على يمسين. ننتظركم ان شاء الله في حفل القوية اليابانية ونكمل لفتنا مع ايجين. سايونارا. هاي اسمعني ماجد مايد مايد ولك يا مايد اسمعني سؤال من؟ فيصل سؤالك؟ ما عندي سؤال. سؤال من محمد. ايش تبي؟ بس ابغى اسلم. فديتك فيصل. وش اسمك انت؟ سلطان. من وين؟ من السعودية. والنعم من وين من السعودية؟ من الشرقية. مثلي حساوي؟ لا من الخبر. والحين نتجه الى القاعة الثالثة، انا مع احمد، احمد قاعد يغني، شو تقول؟ No woman no cry. No woman no cry. احس انه صار ديسكرايب. طيني طيني واو واو، انا ما اصلح اقول واو واو، فهمتوا انا ايش بقول؟ طيني واو واو، طيني احكي لك ما عندي، واو واو ما عندي، واو ما عندي. طبعا من جدة، جاينا من مطار جدة، من قلب مطار جدة، زميلي في العمل حبيبي واخوي احمد العوفي. الله يسعدك. الله يحييك. من اول ادور عليه، من اول يقول لي يمين وادور عليه ما حصلته. انا قلت له استناني عند المتجر وما رحت للمتجر. قوم النساي. قوم النساي. اهلا وسهلا والله، شرفتنا ونورت المعرض. يا شرف لي يا حبيبي. ما شاء الله اول مره تحضر معنا. اول مره. اول مره والله حاجه حلوه. كيف؟ حاجه حلوه. اشتريت شيء ولا باقي؟ الى الان لا. ليه؟ لا لسه مجمع مكوش. لسه دوب جاي ادور مكان، ضايع ادورك من اول. عارف محل المتجر حقك؟ لا والله. افا لازم تروح. لا والله ما والله موجود. فين مكانه؟ شوف شوف شاهين دحين بيقطع الخط. شايف شاهين؟ اي شايف دحين بيقطع الخط. بالله سوي له واحده. هدوك هدوك. حس بالعلوم. يلا حي والله ابو حميد، نورتنا شرفتنا. الله يحييك. نجوم اي اي شو في حفل اي جن، المبدع اللي راح ياخذ من ايدينا باذن الله كساب من حبتين عبد الله المقهوي. طبعا عبد الله سلم لي العمل فعلا، وقاعدين نشتغل على الصوتيات ما قصر، يعني انجزها والله بفتره بسيطه. شو رايك في فكره كساب يوم اني اعطيتك اياها؟ ممتازه ممتازه، بحيث انك انت تربط الانمي بسلوكياتنا اليوميه السعوديه او العربيه بشكل عام. فكره ممتازه حلوه. تتوقع لها نجاح؟ انا متوقع. انت يعني انا الحين كتبت قصه وانت رسمت، يعني مانجاكا مثل ديد نوت، واحد يرسم واحد يكتب. ليش تتوقع؟ واثق واثق واثق. بعد ما احنا حق عليكم انه بطل الحلقه الثانيه، احنا خلصنا الحلقه الاولى. انتظروا كسار حساب عبد الله هذا وتشوفونه قدامكم، رسام قصة كساب من حبتين اللي بتشوفونها قريب. عبد الله المقهوي أريغا توكوزايماس، حققت لي حلم يا عبد الله، حققت لي حلم. طبعا على غير العادة، العادة محمد هو اللي يقدم ويسأل الناس، هالمرة أنا اللي بسأله. أنا قاعد هنا في حلجة. محمد شلون متجركم؟ متجر يا شو؟ متجر زي ما شايفه، متجر رائع، متجر مميز، في كل شيء موجود، كل شيء له علاقة بالأنمي واللي يشتغلون معانا فيه. واحنا ناس نحب الانمي، فنعم نقدم للناس اللي يبونه حسب المميز في وقته. فالمتجر هذا يحقق لك كل رغباتك. الله يعطيكم العافيه. زين انتم ايش المعارض اللي بتشاركون فيها قريب؟ قريبا راح تشوفونا في معرض القريه اليابانيه في خبر، راح يكون في شهر ديسمبر، وقبلها ان شاء الله بتشوفونا في الكويت اي جي ان، وبعده حفل اي اي شو كون. هذا اهم واحد. اهم واحد في الكويت شهر يناير يوم 11 12 13.
ما اقول لكم سحبوا على الحفلات الثانيه وخلوه، لا لا، بس اهم شيء حفلنا تجوله. سحبوا سحبوا سحبوا. اهم شيء حفلنا تجوله. طيب يا محمد، ايش طموحكم في المتاجر؟ طموحنا في المتاجر ان احنا قريبا نسوي مركز اي اي شو عالمي، بيكون فيه متاجر، بارك، كوفي شوبات، مول كامل ان شاء الله، اسمه اي اي شو، وفي كل شيء له علاقه باليابان والانمي. والله كلامك، انا تحمست، انا تحمست يا جماعه. خلنا نسوي محمد، نسوي ابوه، خلاص نسوي لكم ان شاء الله. استنى، عندي سؤال لمقدم قناه اي شو، بما انك اوتاكو، ليش لابس باتمان؟ يعني احنا نوري العالم ان احنا انسان، ناس محايدين، فهمتي؟ يعني لازم احنا متعصبين. اي ما في تعصب، ننبذ تعصب. انت تحب الانمي تحبه، تابع الانمي تابعه، بس يس. انت تتعصب حق حاجه ثانيه تقول لا خلاص. ميكس 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 ميكس. طبعا كان عندي قبعه بس سرقها سعد. سعد باقي قبعتك؟ اي باقي قبعتي حقت كوما، كان المفروض راسها كوما، جبهته ناوتو، الباقي كله باتمان. صراحه ابراهيم قدمت حلقات حلوه في التوب 5، فشنو الخطة القادمة؟ إلى الآن احنا شغالين على التوب 5، والله اسمع الجمهور يعني تعليقاته في الكومنت. مصور اوريدي حلقة إن شاء الله، بس نرجع من الحفل هذا حنزلها بإذن الله، ومستمر فيها أسبوعيا بإذن الله. وإذا انتهى التوب 5 نطلع لنا فكرة ثانية أحسن وأحلى وأجمل بإذن الله. ما تنتهي الأفكار واجد يعني. نزيد عليها. نزيد أبوها بعد. نزيد أبوها بعد كمان. نستمر اليوم احنا ماسكين المايك يعني، ونسوي مقابلات مع والجمهور، مع طاقم اي شو نفسه يعني، فكره جديده يعني. المهم فنبدا مع الاخ سعد الحلو. حبيبي والله. اي والله، اول شيء انت ليش سرق قبعتي؟ انت اللي معطيني اياها، لا تقول لي انا شارق ولا تقولني كلام ما قلته. عاد انا ادري ما اعطيك اياها، بس انت يعني شو اسمه يعني مش الشغل يعني. ايه قل انك متوهق. خلاص انا معطيك اياها، بس بس انا قايل لمحمد اني سرقت قبعتي يعني. لا بغض النظر، انت تعرفني انا رجال ما تعدى على اغراض غيري. والله الله ونعم والله. حبيبي والله. اول شيء يعني صراحه شرفنا بانضمامك معنا في قناه اي شو، وايش توعد الجمهور اللي عندنا ان شاء الله في القناه؟ ايش اللي بتقدم؟ ايش الافكار اللي عندك؟ ايش الطموح اللي عندك ودك تحققه مع قناه اي شو؟ شوف يا صاحبي، الله سبحانه وتعالى اعطى فروقات للناس، تمام؟ ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، وانا الحمد لله عارف قدر نفسي، وانا ابغى اظهر فضل الله سبحانه وتعالى علي. انا اسطوره لن تتكرر في هذا العالم، ما اقولها هياط لا، ولا اقولها تكبر، لكن فعليا انا ما انتم بلاقين زي النهايه، ما انتم بلاقين زي، ما انتم جايبين كذا زي ابو صفيان. ابو صفيان اسطوره لن تتكرر. اي كل واحد فينا طبعا اسطوره يعني بطريقته الخاصه، لكن انا الحمد لله واثق بنفسي وعارف قدراتي. وجيبوا لنا نوريوكو وميسيتيرو، مين نسهني ان شاء الله؟ ميسيمس. هذا يفتح لنا حاجه يا شباب، يعني كلام سعد صحيح منطقي، يعني هو كل شخص سبحان الله في الدنيا مميز بشغله معينه. اكتشف ايش ميزتك انت كشخص برضه، لا تستخف قدراتك. الرجال ترى يعني مثله مثلك، بس انه واثق بنفسه وعرف شلون يطلع ايش اللي هو ممتاز فيه وايش اللي يحبه وقاعد يشتغل فيه. فحتى انت تقدر، وكلنا نقدر باذن الله، بس اهم شيء نثق في نفسنا وان شاء الله بالحق اللي نقدر نبيه وزياده ان شاء الله باذن الله. تجيب لنا تشكرا وداش تكري. هلا والله. الله يمسيك بالخير. الله بخير. تكفى ترى انا عندي سوابق وعندي بلاوي، تكفى لا تقفط فينا. والله انا عارفك، انا ضايفك بالانستغرام. حبيبي شرفني، بس عشانك اف بي اي، تكفى الله يرحم والديك، استر علينا ترى قسما بالله ورانا بلاوي الدنيا. اوف اوف يا ولد يا ولد. لا عشان ضايفك والله خلاص. ما عندي شيء لك. حبيبي نتشرف فيك وشكرا على ضيافتكم اهل البحرين. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يا هلا والله. اخواني خواتي، الطفل الجميل هذا قال لي انا ابغى اطلع معكم في لقاء. السلام عليكم. عليكم السلام. قبل شوي قاعد تتكلم معي انجليزي، قاعد تقول لي اي وان بي ان تي في. اي نعم نعم. طيب وراك ما جيتني وقلتها لي بالعربي؟ موري، لان اعتقد سمعتك تتكلم الريول بالعربي، فما بقول انجليزي. فيعني تتابع انمي؟ ما تتابع انمي، بس تبي تظهر امام الكاميرا. اسمك الكريم؟ زيد. من وين؟ البحرين. والله والنعم والله، انعم واكرم اهل البحرين، نحبكم والله. نعم بيك. سنه كم؟ كيوت. تسع. وشو؟ تسع، صف التاسع. صف التاسع، وش قصده؟ ثالث متوسط؟ اوكي ثالث متوسط. عموما شكرا جزيلا اخوي الحبيب الكريم، ونشكر لكم يعني حسن تعاملكم معنا. اريغاتو غوزايماس. اريغاتو غوزايماس. دوم دوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايش اخبار؟ مساك الله بالخير. الله بخير. ابي شوف، انا متسطحه عندي كوره في البيت وعجزت اصعد لها السطح. اوكي. تطلع تجيبها لي الله يرضى عليك؟ ليش لا؟
يا بعد شبدي والله. الا كوره بس كوره بس بس كوره اي والله صح. تخيل مشكلة. تخيل اقول لك ذبحتها الشمس يمكن صار لها يمكن حروه الشهرين كل اي والله كل ما احاول اطلع في السطح علشان اجيبها اتعلبش اخاف اطالع في الارض اخاف. اوه مان ذاتس ا جود ون والله ذاتس واي يعني ام كاونتينج اون يو سبايدر مان. اتس اوكي نو بروبلم يو جست هاف تو بي لايك نو داوت اورايت نو فير نو اني ثينج يو جست هاف تو بي نو فير ذاتس ات اوكي هاف تو بي ريدي فور اي ابريشيت ات فروم ذا باتم اوف ماي هارت اند يور كوسبلاي از سو كول ثانكس ا لوت برو ثانكس فور ذا كومنت هلا وسهلا شكرا حبيبي يا هلا والله